عودة من جديد في الدرجة تي في كما تشوفوا البلوتو اليوم في حلقتنا باش نركزوا خاصة على المولود جديد درجي موبايل ومع ضيوفنا باش نقدموا لكم شنو هما لي زوفر دو بري الموجودين فيه وكيك تزيدوا تعرفوا أكثر على هذا مولود اليوم ديماراج أوفيسيل تاع درجي موبايل. نجيك الدكتور الأسعد سراي على لي زوفر دو بري شفناها 45 مليم دقيقة بين الكوميونيكاسيون دقيقة بين زوز عباد تستعمل في درجي موبايل هذوما سافي بارتي من لي زوفر أنتوما قدمتوهم ودرستوهم من الاول توك حتى الزياده اللي عطينا يكون تكنيكمون اللوفر هذايا معناها كيفاش وصلتوا 45 مليم دقيقه هذا ما نقاوهاش معناها حتى في ليزوبيراتور الاخرين. والله نحن عملنا برشا حاجات ساعه تو دابور هي سيت اون كارت ب 5000 وكي تشريها ب 5000 في وسطها 5 دينارات مكالمات ديكو تعمر 5 دينارات يجيك 100% بونوس سافدير خش عليك عمارت ب 10000 وانت تو باي كو 5 دينار دوكو دقيقه تولي من 90 فرانك تولي 45 فرانك بينات كل مستعملي ترجي موبيل دونك هذايا اليوم معناتها ما فماش 45 فرانك دونك هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بالنسبه للمكالمات من ترجي موبيل فيغ لي زوتر اوبيراتور تولي في بلاصه 160 تولي 80 مليم كيف كيف دونك او بلوس دو سا عندك 200 اس ام اس في الشهر بلاش وال 3 جي زاد وعندك 100 ميجا انترنت بلاش دونك عندك ثلاثة حاجات 45 فرانك دقيقة وعندك 100 ميجا انترنت 3 جي بلاش وعندك 200 اس ام اس بلاش دونك هذايا سي اون اوفر تري انتريسونت. الحاجة الثانية بور لو لونسمون عملنا دو معناتها دو اوفر اغريسيف الاولى دونك مسميناها مكشخ ونص الاولى بدينار تتكلم بها ساعه وعندك 50 ميجا بلاش وعندك اس ام اس ليميتي والثانيه تدفع 2000 فرانك تنجم تقعد تتكلم نهار كامل وعندك اس ام اس ليميتي وعندك 100 ميجا انترنت زاد بلاش ب 2000 فرانك دونك ب 2000 فرانك تنجم تقعد نهار كامل تتكلم وعندك 3 جي وعندك الاس ام اس بنت بيان سور مستعملي تراجي موبيل. زعلك دكتور حسب رايك قناه قد باش نوصلوا من منخرتين في التراجي موبايل هذا انتم دون فو بريفيزيون معناها قداش هكا تتوقعوا حتى في المدى الطويل او القصير معناها والله احنا قارين حساباتنا معناتها انا متفائل برشا متفائل اللي معناتها باش يكون العدد نتاع المنخرطين في الترجي موبايل عدد لاباس به لكن نخير ما نعطيش الارقام نخلي الارقام توجي وحدها لكن الناس الكل معناتها احنا عملنا هيكله في الترجي موبايل عندنا خدمة باش نخدموها اون بارتناريا مع تونسي تيليكوم اللي هي زادة ورات الصفة المهنية متاعها معناتها عاونتنا برشا زادة اترافير لي زاجونس متاعها وكل وان شاء الله الخدمة هذه الكل متأكد منها اللي تنجم تعطينا نتائج طيبة ان شاء الله. تفضل. انا متفائل اكثر. علاش هو متفائل؟ هو حاضر لي انه هو يدير في العملية يحب يبقى ما يطلعش في مستوى هو بيدو تحت رقبه. انا اعتقد اللي باش نقول كلام للمستعمل نتاع البيوس ترجي موبايل في انا مستعمل فيسبوك كثير هو ما يستعملش فيسبوك لايك هذيك عرفت لايك انا نقول لهم اذا كان انتم مكشخين بالمجد يلزم باقصى سرعه تقتنيوا هالبيوس هذه. ليش؟ لانه في نفس الوقت باش تلقى ما سماش تونسي غني ولا فقير يشتغل ولا ما يشتغلش عنده امكانيات وما عندوش تليفون وما فيه بيس. بالتالي انا شو نقول؟ نقول الاشخاص هذوما خاصه نعطيو الصوم نتاع البيس اللي هي مش غاليه 2500 تقريبا البيس مع كارد روشار 5 دينار البيس ب 5000 في وسط 5 دينارات مكلمات في وسط 5 دينارات دونك روفيان بلاش زيرو زيرو ملي خاطر كي تقتنيها انت ب 5000 تتكلم 5000 كان عندك بيس اخرى قديمه ماركه اخرى تمشي تاخذ 5000 تو هذه تاخذ بيس نتاع ترجي وتبدا 100% مكشخ وفي نفس الوقت تتكلم ب 5000 انا اعتقد لي هذا يعني معناها كبدايه
لكن مش هذا اللي حاجتنا به، هذا يلزم يكون انا راه في فتره يلزم تكون قريبه برشا نوصلوا، وحنا نحبوا التدرج. علاش نوافقوا في التدرج؟ باش نتكلم بري بروفيسيونيل التدرج حتى اللي نعملوا لامبليمونتاسيون نوت سيستيم بكله، والعمليه تري بروفيسيونيل، ماناش ما نكونوش من صفر نتحولوا الى مليون، احنا عندنا قدره باش نكونوا مليون. انا ما نتصورش مدة طويله باش نوليو مليون، لانه تكون ولي خيبه المسعى مكشخين، ما نحسبوش مليون على 11 مليون في تونس، ما عندناش مليون كشخين، تولي معناها الحقيقه انا نتحس. تو يجيو. لكن انا باش نجيو باش؟ يجيو بانه بالاكتشاف تاع البرودوي هذايا كيفاش باش يوصل، وفي نفس الوقت بالخدمات الاضافيه اللي هي بطبيعتها باش فادوبي لي فونت باش نجمو نعملو. لكن احنا نحبوا خاصه احنا عندنا اكثر عدد تاع منخرطين في ستاد بكرون نمبر دابوني الوحيدين اللي خلطنا الفامي لابوني في 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 ستاد، معناها هذا يوريك لي معناها نجمو. وهذه هذه كما قلت معناها انا نعتقد اللي حتى موش مكاشخ، لانه الخدمات اللي يقدمها والمعطيات اللي يعطيها والكلفه اللي يتكلف للمستهلك ينجم يكون واحد حتى ما عندوش حتى انتماء لفريق، مش مغرومه بالكوره، مش مغرومه بالكوره يستعمل البيس. فبالتالي نعتقد العمليه تجاريه ربحيه لشكون؟ للمستعملها والترجي موبايل وتنزي تيليكوم، الكلنا باش نربحوا ان شاء الله، تونس ان شاء الله ديما رابحه ان شاء الله. سي فاضل عندكم انتم دي بريفيزيون تاع العباد ذولي لي ريزرفاسيون بداوا عندهم مده قبل اليوم اللونسمون اوفيسيل؟ لا هو الحق معناها احنا خلينا المشروع هذا يعني تحت السريه الكامله، معناها بالرغم من هذا نعرف فما يعني فما معلومات بتتر خرجت قبل، اما بدينا في لو بلان لوجيستيك بدينا نفرق ونعطيو في الشرايح اللي هذوما لي بيوس الحق من بدايه الاسبوع، والروتور اللي جانا اللي فما دي اسباس تونيزي تيليكوم اللي عطاونهم ديجا سي ديجا ريزيرفي، معناها حق مؤشر جيد جدا ان شاء الله يكون طالع خير على المشروع هذا. الحق يعني نأملوا انه يكون المشروع هذا نجاح كبير ياسر وتكون فما اقبال على هذا المنتوج الجديد وهذا العرض الجديد من احباء الترجي الرياضي التونسي. وكما قال سي عبسار انا متاكد اللي فما كثير من الناس اللي شي يهتموا برغم عدم انتمائهم للترجي الرياضي التونسي شي يهتموا بهذا المنتوج وان شاء الله ياخذوا. دونك الاشارات الاوليه الاشارات تري تري بوزيتيف، كنت في الهاتف مع بعض يعني الخبر سخونة زي لا الحق يعني كان يعني اقبال موجود. التليفونات كما قلت فين نشري وفين كذا الناس يتسالوا، خلينا نعرفوا وين لي بوان دو فونت باش الناس تعرف منين تمشي تشري. لي بوان دو فونت معناها لي بوان دو فونت ناتوريل، فما ترجي ستور اللي فيه يتم فيه البيع او الاشتراك من 10 تاع الصباح من دومان 10 تاع الصباح غدوه 10 تاع الصباح في ترجي ستور، لانه الحقيقه كما قلت لكم قبيله كنت حاضر قبل في ترجي ستور العشيه وبرشا تليفونات انا موجود غادي برشا تليفونات ناس تطلب وتحب تعرف وقتاش تنجم تجي تشري بيوس. ترجي ستور سيكون سيتانمون في دوطخ بوان كيما في البارك، بارك نتاع الترجي. اما الريزو نتاع اتصالات تونس كامل اللي هو وليزاجونس تونيزي تيليكوم كلهم يكون موجود عندهم هالمنتوج هذا ديجا موجود من امس، دونك اليوم العشيه يبداو يبيعوا. اليوم ساعتين يظل الوقت. فوالا حاب نزيد عليك، قالوا توا سي فاضل اللي نهار السبت ان شاء الله باش نعملوا كرنفال في باب السويقه. كرفان كرفان كامل باش نعملوا بور دونك يوغا دو لانيماسيون في قلب باب السويقه قدام اللوكال تاع الترجي في وسط الخاصه. دونك نطلب من جمهور الترجي الكل باش يجي ويوغا بوكو دانيماسيون ان شاء الله، وباش نبيعوا لي بوس ونبيعوا لي روشارج وبرشا حاجات اخرين. دونك نشجع الناس كل جمهور تراجي باش يجي معنا بالسويق. دونك اليوغا موعد معنا بالضبط، دونك اليوغا تو لي بوان دو فونت تاع تونيزي تيليكوم لي تي تي شوب لي زاكتيل الكل. يوغا اوسي ثمانيه كاميونات براندي تراجي باش يدوروا بارتو في كامبوس يونيفرسيتير منوبه، كامبوس يونيفرسيتير المنار، في الباساج، في حبيب بورقيبه، في لي ليسي الكل باش يدوروا. دونك عندنا اوسي اون بلوس دي 8 كاميون موبيل عندنا 2 تراك
كبار براندي تراجي دونك الناس كل تو تشوفهم كيف كيف مش يتحولوا تنطلق اوبيراسيون اوبيراسيون كبيره برشا ان شاء الله. وعلى مع هذا الكل عندنا بيان سور البارك وعندنا تراجي ستور وكيف كيف عندنا 3000 بوان فونت للتراجي موبيل اليوم اكيبي بار لو كود مش يعملوا لي ريشارج بلوتا. واضح دونك مش تكون موجوده بارتو ان شاء الله ان شاء الله 3000 بوان فونت. نرجع لك دكتور قلنا هذا تو تراجي موبايل الثالث يدخل في مشروع مع افاق 2019 تشوفوا كيفاش معناها انطلق المشروع هذا قديش باش تشوفوا معناها قديش باش تمشي انا مده نجموا نوصلوا مع المشروع هذا والمشروع اللي بعده معناها باش نوصلوا في الاخر 2019 نكونوا الافاق حاضر بكله. فما برشا مشاريع هما معناها اوني دون لي طون توا في افريل 2014 والله ما نجمش نقول لك اوني دون لي طون مي يمكن بدينا نشوفوا في الضوء شويه يمكن حتى مازال برشا خدمه خاطر مش فايده باش نعملوا تراجي موبايل وصرنا لا مازلنا بعاد برشا توا تبدا الخدمه مازلنا بعاد برشا لازمنا تراجي موبايل مرحله فهمتني مازال برشا مراحل اخرين مش سهلة وإن شاء الله معناتها باش نشوفوا برشا مشاريع أخرين باش الترجي تحضر روحها 2019 شوف قداش الوقت يتعدى فيه ساعة معناتها احنا بدينا كما قال سي عبد الستار 2010 2014 بعد أربع سنين يمكن بدينا يمكن أنا أقول خاطر مازلنا بدينا نشوفوا في الضوء شوي يمكن ما برشا خدمة صحيح مازالت برشا مشاريع نحبوا نعملوهم ان شاء الله نخلتو ان شاء الله نخلتو ان شاء الله. شفت في الترجي احنا كل موتور نتاع كيما السياره ثم الاكسيليراتور ثم لي فران ثم لي بريدون ثم زوكيمو لكن هذا كله منظومه كامله متناسقه في نفس الوقت. انا نعتبر اللي مرينا فتره نكتشفوا في روحنا ونقيسوا قبل ما نغيسوا هذا مثل شعبي فخذينا برشا وقت في البدايه لكن توا نعتقد اللي ان شاء الله باش نشدوا الطريق السوي باش نوصلوا بسرعه. ثم عده مشاريع ما يحبش يقول عليها لانه مازلنا في طور التفكير ولا في مستوى التفكير ونحبوا نركزوا طاقتنا الكل توا على المشروع هذا اللي نعتبره ريادي وانا مقتنع اقتناع ان شاء الله نكون موجود بيناتكم وان شاء الله نرجعوا باش نوريكم النتائج نتاعو تكون مفيده جدا لكل الاطراف الفاعله في هذا المشروع. انا نمن به كثير واعتقد اللي توا بروجي بيرسبكتيف 2019 مشروع ترجي افاق 2019 تو بدا الاخر كله كان ترتيبات واشياء تحضيريه لي بري روكي اما تو هي المنطلقات الصحيحه والشغل يبدا تو تو تبدا الخدمه. تفضل يا دكتور. لكن فما حاجه بنقولها زاده اللي استنفعنا بالقوة نتاع الجروب نتاع سي حمد المدب اللي عنده ان لوجيستيك معناتها خارق للعادة دي مويان دو ديستريبيسيون معناتها ليكيفالون دو سكيليا دون لي جران جروب ان اوروب فهمني هذا راهو مش سهل معناتها كده عندك معاك رئيس وعنده الامكانيات هذوما باش يحط لك لي ريزو ويحط لك الديستريبيسيون ويحط لك الواحد معناتها صعيب الموضوع صعيبه برشا ما تنجمش وحدك ما تخلطش دونك فريمون من الناحيه هذيا معناتها نجموا تعاوننا برشا ما كانش ما نخلتوش. عندكمش حاجه باش تضيفوها قبل ما ننهيو ملف هذا تراجي موبايل ملف الحصه؟ تفضل. والله انا حبيت نشكر سي رياض تويتي مش معانا اليوم اللي الحق عاوني برشا وعاوننا برشا سور لو بلون ليغال على خاطر فما برشا خدمه ليغال قبيله برشا سوالات لو كوتي جوريديك لو كوتي جوريديك. اليوم المشروع هذا الى ايتي ابروفي بار لي ان تي وسي فاضل موجود يي بو لو كونفيرمي دونك تو لو برودوي تراجي موبيل ايتي ابروفي بار لي ان تي ورانا نحن سي اون ا بري دو تان اليوم سي كو اون فو فير لي شوز بيان فهمني اي كونفينابلمون اي دون لي ريغل دو لار وطو لو بروجي كل اللي عملناه الكل اي تي ابروفي وهذاك علاش خذينا الوقت
وعندنا نحن في الترجي عندنا كوميسيون جوريديك ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم. نحب نشكرهم من هنا خاطر لولا الكوميسيون جوريديك هذا خاطر يا باكل بالضبط خاطر سي خاطر بور فير اموند يفو دي تو فهمني يلزم دكاتره ويلزم محللين ويلزم فنيين ويلزم دي تكنيسيان دي كوميرس ويلزم اوسي لاسبي جوريديك. دونك كوراكو العائلة الترجي اللي بيان ويلي بيان فورمي فيها الناس الكل والحمد لله معناتها وصلنا خرجنا مشروع كيما هذا. نحب نشكر الكادر نتاع تونيزي تيليكوم فهمتني ونحب نشكرهم شخصيا على خاطر انا تعاملت معاهم حتى كان البارح وقت البارح كنت شويه على اعصابي مي ديما ليل صلاله تدرس سي بور لانتيري دو بروجي وحبيت الكل نشكرهم ونقول لك انا معناتها فما دي كادر تاع تونيزي تيليكوم اللي اليوم خدموا حتى ل 7 ونص و 8 نتاع الليل ونشكرهم على الصبر نتاعهم. يعطيهم الصحة يعطيك الصحة سي فاضل اللي على راس هذا المشروع في اتصالات تونس كمدير عام مساعد تفضل سي فاضل. بارك الله فيك سي. انا اش حبيت نقول اللي هذا المشروع هذه بدايه نتاع الشركه وهذه المرحله الثانيه اللي هي الحق مرحله كبيره ياسر مهمه ولكن هي بدايه الشركه. سالونا في الكونفرنس دو بريس الصباح قالوا لنا البارتناريا قداش عامين ثلاثه نقول لهم راهو البارتناريا كيما هكا ما نحسبولوش قداش وما بارتناريا مدى طويل وطويل جدا ومدى بعيد. الحق احنا كما قلت معناها فرحانين ان وصلنا لهذه معناها التمشي وهذه الشراكه مع الترجي التونسي وان شاء الله مع بعضنا نخدموا باش نقويوا الشراكه هذه ويكون عندها مستقبل كبير ياسر. ونحب نشكر كذلك فريق الترجي التونسي اول حاجه لانهم كما قلت من بكري اختاروا اتصال تونس وكذلك للطريقه اللي تعاملنا بها في هذا المشروع. الحق كانوا ياسر على الكوت احنا هذه خدمتنا نتاعنا للتيليكوم دونك سي فري هما جايين من دي ابار سي عادل معناها لا بليبار دي بيرو اكزيكوتيف جايين من دي بروفيل سي ديفيرون سي فاري ولكن سمعونا وصبروا علينا وفهموا الاراء نتاعنا وفهموا اقتراحاتنا وصلنا الحق معناها خدمنا اليد في اليد مع مده اكثر من 6 أشهر تو من 30 سبتمبر اليوم. الحق معناها يعني تجربه هايله ياسر وان شاء الله يكون تكون النجاح كما زوز عائلات كبار تقابلوا عائلات تيليكوم وعائلات الترجي يعني التونسي دو ليجوند يعني ليجوند دون لي تيليكوم اللي هي اتصالات تونس ليجوند تاع كره اللي الترجي الرياضي ودو ليجوند تلقاو ان شاء الله لو بيبي هذا المولود الجديد يكون له شأن كبير في المستقبل إن شاء الله. تيك صح لو بيبي هذا يحكي عليه سي عبد الستار الترجي موبايل تو باش تدخل اوبيراسيون دو كوم كبيره وكوميونيكاسيون شوف شي نجم كل مع بعض الترجي تي في تكون في الاوبيراسيون دو كوم هذايا ونمشيو حتى المشروع نزيدو نقويه الكل مع بعض. هو راه النجاح ديما جماعي. انا الحقيقه حصل لي شرف اني دخلت في التيم نتاع القيادي في الترجي واكتشفت خبرات عديده وثم ناس حتى عمرهم ما جاوا في البلاتو هذوما لكن كانوا فاعلين. ثم انا نتكلم نظره اكثر في كناطق رسمي لكن ثم ناس عندهم كفاءه احسن مني انا وعندهم مساهمات اكثر مني انا لكن انا نتكلم ولا احنا ساعات نحضروا لكن الفريق اللي ممتاز في الترجي على اختلافنا عندنا كل واحد عنده دوره وهذه قوة المنظومة. عندنا ثم عناصر متكامل بين الفريق الكل وانا نعطيك حاجة هامة جدا في نجاح المشروع هذا الخبرة الكبيرة في التوزيع لان عملية توزيع اساسا كيفاش توزع اللي كنشوف سي حمدي المدب كرئيس مجلس الإدارة ما يبقاش ساعات ينزل معك في الجزئيات ويفيقنا بأشياء ما كناش نعرفها وهذا مش تملق حتى ثم ناس يقول والله يتملق رئيس جمعية ولادة كخبرة هو عنده خبرة ميدانية لأنه بعث مجمع هو اللي بعث هو اللي أس هو اللي كونه وبالتالي عندما يدير عملية كما هذه ولا يساهم فيها يدخل في الجزئيات اللي أنا الحقيقة قاعد نتعلم تو نكتشف في عالم آخر ربما بعد تباعدي على الميدان لأنه أنا في مجلس إدارة وفي المشروع ككل يخليني قاعد نتعلم أكثر من لي شيء آخر وأنا التباعد متاعي خليني متفائل كثير لانه بطريقه العمل اللي اشتغلوا بها واخر ملاحظه راهو تونيزي تيليكوم ما كانش العمليه سهله لانه حطيناها اون كومبيتيسيون مع الاخرين
وباش نقول متحمس شويه علاقاتنا ربما حتى الشخصيه كانت اكثر مع الزوبراتور الاخرين نعرفوهم اكثر نتعاملوا معهم، لكن في النهايه كما قال الدكتور لسعد حطينا مصلحه الترجي قبل تاريخنا احنا وعلاقاتنا الشخصيه، لانه المهم للديمومه نتاع المشروع نتاعنا اذا يكون لي باس دي فوندمون يكونوا صحاح، وان شاء الله احنا اجتهدنا وان شاء الله نصيبه. هو يقول من اجتهد وصاب فهو جران وشد ما يصيب، لكن انا عندي ان شاء الله بقدره ربي باش ننجحوا مع بعضنا كل ان شاء الله. نجيك اخر سؤال لك انت دكتور سعد سراي، تشوف شنو توا باش نعرفوا اكثر بالمنتوج هذايا بالبرودوي ترج موبايل وحتى بالترجي تي في زاد باش نعرفوا اكثر على الساحه التونسيه وفي المناطق الكل باش نستعرف كيفاش ممكن نشوف لوبيراسيون دو كومونيكاسيون نجموا نعملوها حتى اوبيراسيون دو كومونيكاسيون كومون بين لي بروجي نتاع الترجي كلهم هذوما داخلين في افاق 2019 يكومبري ترجي تي في وترجي موبايل مع بعضهم. والله دونك كل حاجه تجي في وقتها. فهمني؟ كل حاجه تجي في وقتها وفما ساعات ما تنجمش تتحكم في الوقت. انت والامور كيفاش باش تمشي. دونك ما نجمش نقولوا هكا راه باش تصير هكا وهكا وهكا، برشا عوامل يخليك كل حاجه في وقتها تتعمل. فهمني؟ ما تنجمش انت تجيب ام بي بي وتحبوا اليوم جبته وغدا تحبوا يولي راجل. لا، فما خطه، فما واحد بريود، فما بروسيسوس يكبر بيبرتي ولا راجل ولا عنده بشويه بشويه برشا حاجات نجم تصير وبرشا حاجات نجم، لكن ماشيين في 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 طريق باهي. ونحب نقول انا للجماهير الترجي راهو ما نساو حتى حد في كل ما كان موجود، معناتها مشجع للترجي في 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 الجنوب في ماده في تتاوين، لازم نحن باش نمشيو ونشوفوهم ونوفروا لهم كل الخدمات. فهمني؟ وين كان موجود جمهور الترجي ولا غير جمهور الترجي اللي تساعدوا، معناتها لي زوفر هذوما كوميرسيال تساعدوا، ومن الناسين حتى حد والجهات الكل نحاولوا باش نمشيو لهم ونوصلوا لهم لي بوس نتاع الترجي الرياضي التونسي. وان شاء الله معناتها في السيت نتاع الاسبيرانس وفي السيت نتاع الترجي موبيل نخرجوا الهاتف باش الناس تتكلم، واللي ما وصلوش واللي ما عندوش واللي ما عرفش كيفاش يتصل يتصل بينا باش احنا ناخذوا الوحدات هذو التشكيات هذوما الكل ونحلوا المشاكل. رانا ماناش نحبوا الترجيين الكل يكونوا عندهم البوس هذايا، وهذايا راهو سي ان اوبجيكتيف وان شاء الله نوصلوا له ان شاء الله. نجيك اخر سؤال بس عن سؤال اخر اللي كنتي سي فاضل كرايم، نحب انا ديما نربط بين ترجي تي في وترجي موبايل، نجموش نشوفوا بار اكزومبل لو كونتوني نتاع ليميسيون ترجي تي في نلقاها موجوده في الـ في الـ مع ترجي موبايل تتوزع كيما بار اكزومبل ريزولتا نتاع ماتش ولا البوتويت نتاع شوبين اللي تنجم effectivement هذا الموضوع اللي قلنا بكري حكينا قبل بيان ستريمينغ بار اكزومبل سون لي سيرفيس او راجوتي ولي سيرفيس دو كونتوني. ما قلنا هذه الخطوه الاولى هي اول حاجه هي البيس معناها بريبي هاتف الجوال مع علامه ترجي موبايل. اما الخطوه الثانيه ان شاء الله تكون هذه لي سيرفيس او راجوتي اللي فيهم لو كونتوني. لو كونتوني يجم يكون هو لو كونتوني نتاع البرامج نتاع ترجي تي في، ينجم يكون الكونتوني نتاع لي ماتش الاهداف فما ذكريات كبيره نتاع في تاريخ الترجي. كل هذا ان شاء الله قاعدين نخدموا عليه، فما ديزيكيب تاعو قاعدين يخدموا وان شاء الله في المدى القريب تكون كذلك سي معناها سي نوفيل ايتاب لي الفا انغيشيغ لوفر ترجي موبيل ان شاء الله. هذه مرحله اولى انا قدموا بشوي بشوي. يعطيكم الصحه كنتوا حاضرين معنا اليوم سي فاضل الكريم مدير عام مساعد لشركه تونسي تيليكوم، مرحبا بك. شكرا. سي عادل تهماني كونسيي تكنيك وكوميرسيال ومستشار في البروجي هذايا نتاع ترجي موبايل. سي عبد الستار مبخوت ناطق الرسمي باسم الترجي الرياضي التونسي، شكرا كنت حاضر معنا. دكتور لسعد السراي مدير عام القطب الاقتصادي والمالي في الترجي الرياضي التونسي، يعطيكم الصحه كنتوا حاضرين معنا مشكورين. احنا باش نواصلوا حصتنا باش نحكيو توا على الكره ايضا على فريق كره قدم فريق كره طايره فريق كره اليد. مشكورين كنتوا حاضرين معنا. توا باش تحق بينا ابراهيم لغف لاعب كره اليد، نخرجوا فاصل اشهري ثم نعود.